ريكاب جديد تونيزي. زهير المغزاوي أمين حركة الشعب يؤكد أن الرئاسة الجمهورية قامت بإعداد 3 مبادرات تشريعية سيتم تقديمها قريبا، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي ليست الوحيدة المسؤولة عن تردي الأوضاع بالبلاد. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن أنها ستشرع في صرف المساعدة الظرفية بمناسبة عيد الفطر لسنة 2021 بقيمة 60 دينار إلى كل منتفع بداية من يوم غد الخميس 6 مايو 2021. وزارة الفلاحة تدعو المواطنين والبحارة إلى تجنب الاقتراب من مجاري الأودية والبحار خلال 24 ساعة القادمة جراء توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن تقلبات جوية ستشهده البلاد خلال الساعات القادمة. دعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية في بيان لها رئاسة الحكومة إلى الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مستنكرة تعاطي الحكومة مع ملف مهندسي القطاع العام وصفة القرارات بالمتضاربة. أكد سفير الجمهورية الصينية خلال لقاء جمعه اليوم مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عن استعداد الصين لدعم تونس في مواجهة فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات ووسائل الحماية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كنتم مع ريكاب جديد تونيزي، قدمها لكم خالد عليمي.